الصبح بتمر علي وفي نور الشمس بصحى وفتح عيني. بجهز وأتجهز ليوم اللي بستناه، أنا اللي بحاور وبتحاور لكتير أسئلة، أنا اللي بحب وبتحب وطبيعتي مخلصة، أنا اللي بعلم وأتعلم وبكرة إلي أنا. حط النقط على الحروف وبلشي اليوم، حط رجلك على الطريق وبلشي يارا. عمرك احترتي وترددتي إذا بدك تواجهي حدا في موضوع؟ كثير، ما بتخيلي قديش كثير بتردد، بس شكله أنت عم بتواجهي مشكلة. عندي هيك قضية مع زميلة، بس دايماً المواجهة بالنسبة لي بتنتهي بطوشة كثير صعبة، فبلا منها أحسن. هذا موضوعنا اليوم عن المواجهة، ومن هون رح نبلش، خليكم معنا. ليش ما عم بشتغل؟ في اختراع اسمه إرشادات الاستعمال. مش فاهمة إيش اللي عم بصير. هلأ إذا بفتح تمي بتحكي بتفلسف، ما دخلني. إحنا بس هلأ شريناه، ليش ما عم بشتغل؟ شوف شوف، خربته للموبايل، يا خسارتك يا موبايل. اسمعي حبيبتي، اصلا هذا موبايلك، تفضلي الحق علي، انا موبايلي شغال. شو؟ شو؟ موبايلي. دكتور رند، بتقدر تقلنا الخط الرفيع بين المواجهة وإني أتدخل بحياة الناس الشخصية، خصوصاً إذا أنا عم بواجههم بشي بخص سلوكياتهم؟ أكيد هذا موضوع كتير حساس يارا، واللي بخليه حساس إنه كتير مرات ممكن الناس يكونوا ردة فعلهم سلبية على اللي بنحكي لهم إياه. وبهاي الأحوال لازم ننتبه إنه نحن أولاً علينا مسؤولية إنه فعلاً نواجه الناس وفعلاً نحاول نبني الآخرين، لأنه إذا إحنا ما ساعدنا بعض بإننا نتحسن من ناحية سلوكنا وتصرفاتنا، الواحد رح يضله ماشي بأساليبه الغلط وحتى كلامه مرات الغلط. فعلينا مسؤولية إنه نبني بعض ونساعد بعض، لا سيما إذا الشخص في موضع مسؤولية، يعني لا سيما إذا أنا مثلا مدير في الـ في الـ في الشغل، أو الوالدة طبعا الأم عليها مسؤولية تصلح أولادها، تعطيهم فيدباك تجاه سلوكهم، ولا كيف الواحد بده يتحسن، كيف الأولاد بدهم يربوا على العادات الصح والأشياء الصح لازم يعملوها. فأولا موضوع المسؤولية أو المنصب بعطي الشخص، خلينا نقول، صلاحية معينة أن يواجه الناس. إشي تاني لازم نتذكر اللي بيخلي بصنع هذا الفرق، هو أنه خلال العام لازم الأم تكون عمالها بتعطي فيدباك، خلينا نحكي إيجابي لأولادها طول السنة، حتى لما بدنا نيجي نعطي بعض فيدباك سلبي يكون له مصداقية، يعني مش بس الحكي اللي بنحكيه هو الحكي السلبي وبننسى نحكي لبعض أشياء إيجابية طوال العام. أيوة. والنقطة الثالثة، وهذا بنطبق طبعا بالشغل أيضا، يعني حتى بين الأصحاب، يعني إذا أنت بدك تحكي لصاحبيتك إشي عملته هي أزعجتك فيه، لازم خلال العام تكون في بينكم علاقة إيجابية، علاقة تعضيد وتعزيز وتوكيد، حتى تقدري تقولي لها شيء سلبي، مش كل الحكي بينكم يكون سلبي. أكيد. والنقطة الثالثة بجوز هي بس إنه ندمج ما بين الحق اللي نحكيه وما بين المحبة أو النعمة. يعني الواحد يكون عماله بيحكي الحق الإشياء اللي صارت، ولكن بأسلوب محب. في كتير ناس بيقولوا
الأسلوب مش مهم بالكلام. لا الأسلوب مهم كثير وهذا طبعاً. هو بيصنع الفرق طبعاً. هذا اللي بيصنع الفرق. أيوة. طيب بتقدر تقول لي كيف أنا بدي أحضر حالي أو كيف أكون مستعدة لحتى أدخل في المواجهة؟ قبل شوي وأنا بحكي أنا وبسمة كان الحل بالنسبة لنا الانسحاب لأنه في نزرع. فإذا أنا بحضر حالي رح تكون مواجهة صحية. أوكي. إذا مش محضرة حالي لا رح تكون مشكلة. 100% هلأ شوفي التحضير يارا هو جزء يعني أنا بسمي التحضير الخطوة الأولى. إذا ممكن نحكيهم هم عبارة عن 5 خطوات مهمة الواحد لازم يمشي فيهم حتى يطبق قصة المواجهة. أوكي أول شيء التحضير. تاني إشي بعد ما الواحد يحضر وهلا برجع للتحضير. إيش يحضر الكلام ولا يحضر نفسه نفسيته. ولا يحضر شوفي بده يحضر عدة أشياء. واحد منها يحضر المعلومات ويتأكد من الحقائق اللي بده يحكيها ويتأكد إنها صادقة 100% لأنه كتير مرات نحنا نسمع والواحد من اللي بيسمعه بيروح بيحكي للأشخاص الثانية بالضبط تكون إما إشاعات أو ناس طلعوا حكي على الآخرين فبدك تحقق المعلومات 100%. تاني إشي بعد ما نتحقق من المعلومات مثل ما تفضلتي بس ما بدنا نتأكد من دوافعنا المزبوطة. أيوة. أوكي في ناس مرات بيستخدم موضوع المواجهة حتى يفضحوا ناس أو ينتقم أو يفتحوا ينتقم يفتحوا دفاتر عتق تمام وأشياء تسكرت بجوز فالدافع دافع القلب كثير مهم. الواحد بده يتأكد أنا دافعي من المواجهة هو إنه الشخص يتحسن إنه الشخص يصير أحسن مما هو عليه أفضل من اللي كان بالماضي عليه وهو رح يحس بالمحبة هاي 100% رح تنعكس حتى على كلامي وأسلوبي بالكلام. فإذا بدي أستعد وأسأل وأتأكد إنه الناس اللي إذا أنا ما شفت بعيوني الناس اللي حكولي هل هم صادقين. أيوة. شو دافعهم هم من الكلام. فبعد ما أحضر بكل شيء بروح للمواجهة الحقيقية اللي بروح ببدأ أحكي مع الشخص. نعم. وبجوز بعد شوي بنحكي على خطوات إعطاء الفيدباك خلال المواجهة بس أهم شيء بموضوع المواجهة الفعلية وأنا بحكي إني أركز على موضوع الحقائق. يعني كثير مهم ما أكون عمالي بحكي بأرائي ومشاعري وانطباعاتي بدي أحكي على الحقائق وبدي أحكي بنفس الوقت كيف أثر اللي صار علي وعلى الناس وبيجوز على الشغل وبيجوز على المجموعة اللي أنا بشتغل فيها بيجوز على بيتنا على باقي الأخوات والإخوة فبدي أحكي عن النتائج اللي صارت. أوكي بعد هيك لازم أسمع يعني أيوة. كثير مرات الناس بنسوا إنه لازم يسمعوا صح لأنه صح. بجوز مع كل التأكد اللي أنا تأكدته المعلومات اللي وصلتني مش 100% صح يعني منخليه يشارك بموضوع المواجهة وبصير حديث من طرفين ودي مش أكثر. أنا يعني المواجهة أنا بفهمها أنه أنا رايح بدي أكب اللي عندي بالضبط وأرجع بس إذا للأسف. صار بيني وبينه بجوز تسقط بعض الأشياء اللي كنت بدي أحكيها وبجوز نتفاجأ على فكرة من اللي رح يحكي لنا إياه ونحن عم نسمع يعني بجوز قلنا بتعرف اللي صار معي أنا تصرفت بهاي الطريقة لأنه هم هيك عملوا معي أو أنا تصرفت بهاي الطريقة لأنه كنت بظرف صعب جدا ما تملكت نفسي وما قدرت أعمل غير هيك فبيجوز نحط أصبعنا على مشكلة تانية لازم تنحل حتى نصلح السلوك ومهارة الإصغاء على فكرة مش مهارة سهلة يعني أيوة. الناس كثير بيفكروا أنه سهل أني أروح أسمع لشخص بيحكي بس هو من أصعب الأمور الإصغاء بعد ما أصغي كخطوة ثالثة. الخطوة الرابعة هي بدي أعطي فرصة للشخص أنه يلتزم فهي خطوة الالتزام والالتزام تعني فعلا أنه الشخص يأخذ قرار أنه يغير سلوكه أنا فعلا كنت بعمل هيك إذا اعترف بده يعترف وأقر 100% وبعد هيك بده يصلح كخطوة خامسة ما يمكن إصلاحه فإذا مثلا على سبيل المثال وحدة موظفة عندي بالشغل أنا شفتها مثلا اختلست أيوة. إشي بسيط فلازم تروح ترجع إذا أزعجت مثلاً زميلها بنبرة صوت مرتفعة أو صراخ لازم تروح تعتذر له فخطوة الإصلاح كتير مهمة كخاتمة لعملية المواجهة فهي المراحل الخمسة خلينا نسميها بالمواجهة اللي هي التحضير، المواجهة، الإصغاء، الالتزام ومن ثم الإصلاح أيوة. بلموا موضوع المواجهة وبخلوه سهل على الشخص اللي رايح يواجه يعني المواجهة صفت هي الخطوة الأولى قبل ما يصير نزاع يعني اللي ما بيواجهه عادة بتنتهي الأمور إنه دخلوا في صراع ونزاع بصير بدهم يحلوا النزاع بدل ما يكونوا بلشوا بالخطوة الأولى صح. طيب أنا هلا هيك خطر على بالي سؤال يعني في عبارات ما لازم نحكيها وقت المواجهة يعني في عبارات معينة بتقتل الموضوع يعني خلص تحكم عليه بالإعدام من قبل ما يبدأ خليه يكبر أكبر فما بعرف إيش العبارات اللي ممكن تزعج أي طرف لما بتروح تواجهه شوفي أول شيء هو أنت دائما هيك هاي بتصير معي جملة دائما بنستعملها بالضبط هلا اللي بيصير كثير مرات نحن بنبدا عبارتنا بعبارات تعميم وشخصنة
فمنحكم على الشخص بمجرد اللي سمعناه عنه، وبصفي الكلام كله بتمحور حول الشخص نفسه بدل ما نكون عمالين بنحكي على الموقف اللي صار. كأنك عم تحكي عني يعني. دخلت على هذا اللي بيصير دائما عن جد. فبدنا نحاول نتفادى موضوع انت هيك او انت هيك بتعملي دائما، نقول انا شفت، انا لاحظت. فهاي اول عباره. الشيء الثاني اللي بنحاول ندير بالنا منه هي المعلومات او العبارات العامه والمبهمه. فمثلا على سبيل المثال ممكن نحكي لموظف معين التقرير هذا ما عجبني، كله ما عجبني، ما بصير، فيش شيء ولا شيء مفهوم ولا شيء مبين. شو اللي ما عجبني بالتقرير؟ نقيد هذا الكلام اني اقول مثلا جزء التوصيات بالتقرير ما كان مرتب حسب الاولويه، ومش واضح فيه شو الخطوات العمليه اللي لازم ناخذها. فلما انا احكي بهاي التفاصيل بساعد الشخص اكثر. فالمعلومات العامه والمبهمه لازم نحاول نتفاداها الى حد ما، ما يعني بواجهه وبدمره بنفس الوقت، خصوصا اذا حكي شيء ايجابي قبليها قديه ممكن يفرق مع الشخص. شيء ثالث لازم نحاول نتفاداه اللي هو موضوع الانطباعات الشخصيه. كثير مرات على فكره ما بننتبه حالنا، بس بنحكي مثلا انا حاسس انك هيك، او هالفتره اللي فتره شاعر انه انت مش على بعضك بالشغل، او أنا شاعر وأنا حاسس وأنا عندي إحساس وعندي انطباع. كله غلط ممكن، كلها غلط بغلط. هاي لما أجي أواجه الشخص لازم أنتبه، معلوماتي اللي بحكيها تكون مركزة على ملاحظات، على حقائق، مش على انطباعاتي ومشاعري وأرائي. لأنه الشخص قبالي سوري بس مش مضطر يتحمل شو أنا شاعر. بس كمرأة يعني المشاعر دايماً تدخل، هذا تحدي لنا يعني. الرجل بيحكي الحدس والغريزة وكله بيشتغل على هاي المشكلة كثير مرات. هذا تدريب طبعاً. وعلى فكرة اللي حكيتوه أنتوا هو النقطة اللي بعدها لازم نتفاداها، اللي هي السماح للمشاعر بأنها تقود النقاش. صعب بجوز علينا وخصوصاً على المرأة مثل ما تفضلتي. بنحاول قد ما نقدر نكون نتمحور حول الحقائق اللي صارت والملاحظات. آخر شيء عدم الإصغاء. بدنا نتفادى أنه ما نسمع للشخص أو نملي عليه شو لازم يعمل بالمواجهة. واحدة من الأمور الكثير مهمة بنهاية فترة المواجهة أو بآخرها أني أسأل الشخص شو رأيك بأنه هيك لازم نعمل، أو شو بتقترح للتحسين. خلي الشخص هو يطلع بالحل حتى يقدر يحسن من سلوكه أو من الأمر اللي صار معه. بظن أحياناً المواجهة لما بكون بوجود أشخاص آخرين كمان بتقطع خط الوصال زي ما بيحكوا، خلص يعني 100% نحاول يكون فردي، فيها إحراج فردي يعني one on one بيسموه، أو شخص قاعد مع شخص لقباله بدون ما مش بوجود آخرين. بس في ناس يعني أنا بكون مستعدة وعارف إيش اللي بدي أحكي لو مشيت على كل هالخطوات فعلاً. بس في شخصيات صعبة، في شخصيات صعبة لما أنت بتواجهها كيف تتعامل مع هذه الشخصيات الصعبة اللي ما بتتقبل؟ هلا الشخصيات الصعبة بجوز لها وصفة خاصة فيها، أمور معينة لازم نتبعها معها فيها من بعض الأمور العامة اللي حكيناها قبل شوي. فحتى نركز على الشخصيات الصعبة لازم نبدأ مرة تانية بذكر الحقائق بالأمور اللي صارت. فالخطوة الأولى باجي بحكي مثلا بقول لك يا يارا على سبيل المثال بالاجتماع الأخير لما كنا قاعدين مع بعض أنت قدام الناس ذكرت عبارة واضح إن قصدها كانت إحراجي. أوكي. فباجي بعد ما أحكي هاي العبارة مباشرة بنتقل وبقول أنا عارف إنه أنت بجوز ما كان قصدك. ما كان قصدك بالضبط. أيوة. هاي كثير وكأنه بعطي للشخص منفذ. كثير. أوكي. بريحه من إنه أو بعطيه منفذ، بعطيه فرصة إنه يعتذر. بقول له أنا فاهم أنت إيش عم تحاول تعمل بس عم بعطيك منفذ. بعد هيك باجي بقول للشخص أنا بعرف أنك أنت زميل أو أنت شخص مهم بالنسبة إلي في العمل، ونحن محتاجين علاقتنا تكون معضدة، فباجي بدعم العلاقة باللي بحكي. بالضبط. الخطوة الرابعة لازم أنتبه لها هي أني أحكي مشاعري أو شو الإشي أثر علي. فبدي أقول لما يصير هيك بالاجتماعات أنا أولا بنزعج، إشي تاني بجوز الآخرين اللي قاعدين معانا ببطلوا يثقوا في كلامي اللي رح أحكيه بعد شوي، فبيجوز مصداقيتي تتأثر، فبدي أحكي بالنتائج اللي هو عم بعمله، وبعدين بنتقل لاقتراح حل معين. أوكي. فبقترح أنا بفضل مرات الجاي لما يكون عندك ملاحظة على أنا بحكيها تحكيها بشكل عام، وبالبريك تحكي لي شو الإشي اللي أزعجك على جنب حتى نقدر أنا وياك نتعاون بالمرات القادمة، وبعدين بسمع لشو بده يحكي مرة تانية. الإصغاء برجع بحط الكرة في ملعبه وبقول له معلش حاب أسمع منك ليش هيك صار؟ يعني هون كمان مهارات التواصل بتدخل في الموضوع فيه. وأنماط الشخصيات. يس. تعبير الوجه. في نوع من المواجهات يعني زي أنا اختبرته مرة صراحة. إنك بدك تحكي بموضوع حساس جدا وخايف إنك ما تسيطر على نبرة صوتك أو ينفلت الموضوع منك، فبتروح أنت بعت له يا إيميل يا رسالة يا إشي خطي حتى تعطيه وقت يرد عليك بدون ما تدخل العواطف والانفعالات. تنصح بهذه الطريقة ولا بتبعد الإنسان عن أخوه يعني؟ شوفي
إعطاء فيدباك عبر التواصل المكتوب أو عبر الإيميل لا ينصح به إلا في حالات محددة جداً 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 مع الأشخاص اللي بنسميهم هم بدهم يكونوا مهنيين بس الدكتاتوريين أنا بسميهم أصحاب السلطة الكبيرة جداً اللي عارف إنه نتيجة قعدتي معهم ما رح أوصل فيها بإشي بروح بعت إيميل. هاي هي الشخصيات اللي بقول عنها صعبة ممكن يعني. بالضبط هاي من الشخصيات الصعبة بس إن جنرال بأسلوبنا اللي بنعطي فيه فيدباك لازم يكون فيس تو فيس وجهاً لوجه وبنفس الوقت إعطاء الفيدباك الأسلوب وأنا بعطي فيدباك خلال المواجهة لازم يكون مباشر. في ناس ما بيعرفوش يحكوا اللي بدهم يحكوه فبيضلهم يلفوا يدوروا يعني بيخافوا أو بتفادوا يحكوا اللي صار بوضوح فبيلفوا بيدوروا وهذا الشيء بلخم الشخص ببطل الشخص فاهم شو اللي بدك تحكيه فلازم يكون أسلوبنا مباشر واضح. محدد عم بحكي بمعلومات وبحقائق مش بانطباعات بشكل واضح جدا وبنفس الوقت إذا باجي بفكر فيه من حيث التكرار والتوقيت في ناس بيجي بيقولوا يعني ما تزيدها بكفي كل يومين والتاني ولا أنت حاكي للشخص شو لازم يعمل حقيقة هي التكرار لازم يكون موجود طالما الحاجة موجودة إلى أن يعني ينتهي الوضع اللي أنت مش عارفة طالما في حاجة بس عندنا إحنا ممارسة الستات بنختار الطرف الثالث يعني أنا أسفة أني بحكي على الستات بس من خبرتي أنا اليومية يعني لأني بقدرش أواجه الشخص فبختار طرف ثالث بحكي له فبتصير كأنها العملية يعني اغتياب لكن هي عملية أنا بدي أريح حالي فبحكي لشخص ثالث لأني مش قادر أواجه. شوفي أعطيك نصيحة بالنسبة لهذا الموضوع إذا أنت طرف ثالث وإجتك وحدة عمالها بتقولك بدي أجي أحكي لك عن إشي صار معي بدل ما مع فلانة أو زعل خلينا نسميهم ألف عم بحكي مع جيم عن باء أوكي فجيم إيش مفروض يكون رد فعلها لألف مفروض مباشرة السؤال الأول تسأله لألف تقول له هل أنت حكيت مع الشخص المباشر بالموضوع قبل ما تجيني؟ أغلب الأحيان إذا الشخص قال لا بنتقل للسؤال الثاني ألا وهو طيب شو رأيك أنا أقتبس أقوالك مباشرة اللي بتحكي لي إياها وأروح أحكي مع ألف بأنك أنت حكيت هاي المعلومات إلي وعلى الأغلب الشخص هذا اللي عم بلف وبيدور رح يقول لا طبعاً أنا جاي أحكي لك حتى تروح تحكي لألف كان رحت أنا مباشرة وحكيت له مباشرة بس بطرح السؤال الثالث وهذا هو الحل فأجي بقول له إذن هل بتحب النادي ألف هلأ مدام أنا وياك قاعدين ونقعد نحن الثلاثة نحكي بالموضوع طبعاً. وعلى الأغلب كمان الشخص هذا رح يقول لي لا طبعا لا بهالحالة هاي لازم أحكي عبارة واحدة اللي هي واضح أنك أنت لا تريد مساعدتي لما تغير رأيك بليز ارجع لي أنا موجود حتى أساعدك إذا كلنا تصرفنا بهاي الطريقة وقفنا الاغتياب وقفنا النميمة طبعاً. الأشخاص بتصير تروح تواجه بعضها البعض بطريقة مباشرة بدون ما نروح لطرف ثالث هلأ أحياناً بس ما اللجوء لطرف ثالث محايد مفيد مش دائما اللجوء لطرف ثالث شيء سيء يعني لازم نحن نميز انه اذا كان في مشكله ومش قادر احلها بروح لطرف ثالث محايد بوجود الطرف الثاني ونحكي مع بعض فعلا هذه وصفه رائعه لانه معظم مشاكلنا بتيجي هاره لما بنعرف انه في شخص ثالث عرف عن الموضوع وأنا مش عارف عنه اللي هو أنا صاحبة المشكلة لا هو إجمالاً بس ما إحنا بمجتمعنا والستات غالباً موضوع المواجهة بيعتبر شيء بمس المشاعر والأحاسيس والجروحات والشي لكن هلأ بتخيل بنينا فكرة جديدة مفهوم جديد وأنا متمنية إنه عن جد كل حدا فينا وكل ست موجودة عم تحضرنا تكون سمعت هذا الشيء بنت موقف جديد ثابت عن موضوع المواجهة ومتأكدة إنه زي ما إحنا استفدنا في كثيرين ناس رح يستفيدوا معنا من الشيء اللي تعلمناه اليوم thank you كثير دكتور رند لوجودك معنا أنا حبيت إنه رجل كمان اللي يعطينا هذا الموضوع يعني أنتم معلمات بهذا الموضوع لا يعني وجهة النظر الجنس الآخر دائما فيها موضوعية أكثر في هذا الموضوع شكرا رائع thank you إلكم شكرا وخليكم معنا للفقرة الجاي منحب كتير تتواصلوا معنا وتطرحوا أي سؤال أو تعليق على البرنامج تقدروا تتواصلوا معنا بإنكم تزوروا صفحتنا على الفيسبوك بلشي من هون أو على تويتر @بلشي من هون أو إذا بتحبوا تراسلونا على إيميل البرنامج بلشي من هون @gmail.com ولمشاهدة حلقاتنا كاملة زوروا صفحتنا على سات 7 على اليوتيوب youtube.com/sat-7arabic
معلش سؤال، ليش شفريت التاكسي بوقفوا لي وما بوقفوا لأخوي؟ أحكي لكم هالقصة. أنا كل يوم عندي برنامج إني أطلع أمشي، بطلع بمشي ما بلاقي غير أول شوفير تاكسي، توت مدام تفضلي تاكسي، لا شكرا مش بحاجة، الثاني تفضلي، لا شكرا مش بحاجة، بضلني هيك طول ما أنا أمشي. بس بالمقابل أخوي بده يروح على أي مطرح على أي مكان، بضل واقف يمكن ساعة أو ساعتين عبين ما تاكسي يعني حن عليه ويوقف له. طب ليش هيك؟ العودة للكتاب المقدس لابد منها يا رح. أكيد طبعاً، بس فيه كل العلوم. يعني هلأ بعد هاي الحلقة عم بطلع على كلمة الله، حتى العلوم اللي كان عم بيحكي فيها الدكتور رند موجودة. في مواجهة عجبتني كتير في العهد القديم، لما النبي ناثان راح مدفوع طبعاً بإرشاد من الله إلى داود الملك. كان داود في خطية بحياته معينة وما لازم تستمر وما لازم يتمادى فيها لأجل حياته، لأنه فيها إنقاذ لحياته طبعاً. فناتان راح لعند داود وواجهه بحقائق، لا بمشاعر ولا إشي، بحقائق مسنودة على كلمة الله، وقال له واجهه. أنا حابة أقرأ لك إياها من الكتاب المقدس حتى ما نزيد كلام. قال له: لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوريا الحثي وأخذت امرأته لك امرأة. يعني واجهه بحقيقة داود متفق عليها وعارفها أنها صحيحة، ما عم بتبلع عليه. فقال له حقيقة وإجا لعنده وقال له لماذا. فبكل محبة، زي ما كنا عم نحكي قبل، أنه مدفوع راح بالمحبة، مدفوع راح لعند الملك داود وهو في ود بينه وبينه، في إله دال عليه أنه في حكي بيناتهم، مش جاي شخص غريب صح. فقدر أنه يحكي معه كصديق، قال له ليش عملت هيك؟ يعني وكأني أنا خايف عليك صح. وبعدين قال له كلام الرب، قال له لأنك عملت هذا الشر أنت العقاب رح تاخده هون، رح تاخده على الأرض، لا عشان يضمن له الحياة الأبدية، ما يكونش هذا العقاب لسته موجود في حياته. فقديش كان إشي رائع أنه النبي ناثان واجهه بكل محبة، والدليل أنه داود ما غضب ولا زعل بل ندم وتاب. فكانت هذا المبدأ، أنه المواجهة أدت أنه داود يتوب ويعود عن الشر ويدفع عقابه على الأرض بكل رضا، يعني وهو راضي دفع ثمن خطيته لأنه عرف إنها توبة. فقديش ناثان طبق علوم المواجهة، هو مش بس ناثان، هو إلهنا العظيم اللي بيعلمنا علوم المواجهة الصحيحة. على فكرة بس ما إحنا مع الوقت هنصير نتعلم كيف تصير المواجهة، هي أسلوب حياة وفيها نوع من الرقي وفيها نوع من اللي الإنسان عم بيدرب حاله يصير هذا الشيء جزء من حياته، مش شيء بيهرب منه وبيخاف منه بيتردد. وبعجبني كتير آيات موجودة في العهد الجديد كمان بتحكي عن المواجهة. برومية 12-18 بيقول: إن كان ممكناً فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس ولا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. شوف عن إيش عم بحكي، عم بحكي عن أنا بواجه وفي سلام مش عادي بيني وبين الناس، غايتي السلام بالضبط، ومن جوا دافعي إنه اللي يكون بيني وبينهم طول الوقت سلام وراحة جميع الناس والأمور كلياتها مستقرة. أيوة. وجميع الناس الصعبين والسهلين 100%. ولا تنتقموا لأنفسكم، لأنه زي ما قلنا قبل شوي إذا فيش مواجهة بصير مشاعر وبصير في كبت وبصير في نوع من الغضب وعدم الغفران. الآية الثانية بتقول: البطيء الغضب في أمثال، البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. شخص بيمسك نفسه بيضبط أعصابه وبيروح لعند الشخص الثاني وبواجهه بكل محبة ودوافع نقية. الآية بتقول: الأذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. بالمقابل أنا عم بسمع اللي بتقولي لي إياه، عم بقبله، عم بعيشه، عم بيولد بناتنا شيء كثير حلو. وهذا الشيء اللي أنا نفسي أحكيه لأعزائنا المشاهدين اليوم،
في كتير ناس منا بيخافوا من المواجهة، ما بيعرفوا إنه وجود الله في حياتي، وجود كلمة الله اللي عم بتوجهني، اللي عم تدفعني كل يوم أكون في خير وفي سلام، في راحة، متصالح مع نفسي أكيد. متصالح مع الآخرين نعم. شاعر بالمحبة الإلهية عم بتشاركها بكل راحة وبكل محبة مع الناس اللي حولي. صلاتي بسمة اليوم لإلي ولإلك لعزائنا المشاهدين اللي عم بحضرونا، إنه عن جد نشبع من كلمة الله ونشوف قديش هالكلمة حية وغنية، قادرة تساعدنا بكل تفصيل من تفاصيل علاقاتنا وحياتنا مع الناس، لحتى نوصل في الآخر نكون متصالحين مع أنفسنا ومع الناس اللي حوالينا، ونشبع من هالكلمة الغنية اللي عم تعطينا نعيش الحياة بطريقة صح ونستقر بين الحكماء. أمين أمين, أمين. What do you mean?